محبوبي مثلتي كاميرا ناس تغني علي. مرحبا بكم في سلطعون بلند. خلينا يا شباب يا رب تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسلامه وبسعاده وهنا وسرور. وكما عهدناكم دائما ان نبقى نبحث على الاشياء الجميله والتي تكون في دهاليز اليوتيوب. نحن لا نسعى للترند ولا نسعى لحصد الترند، نحن نسعى للجوده الفنيه وللحب بالمهلبيه. مع دادي وشاجي سندوتشك في ايدك. لا احنا معروفين ان احنا بتوع سندوتشات، مش هنغير الكونسبت بعد اذن. ده بتوع سندوتشات بس مش بتوع ريكتان، مش بتوع ريكتان. معروفه السلوجان العجيب بس عندنا التو سلوجان. ايوه تمام، ملوك الاوفر رياكت وداتي شاجي بتوع سندوتشات مش بتوع ريكتان. شاحب فاشن مزيك، احنا مالناش في المزيك، مالناش في المزيك، احنا مالناش في اي حاجه. معانا النهارده عم دادي، معانا النهارده كفر لتراك محبوبتي محبوبي من برنامج فكرة سامي الفهري. معانا على البيانو مهدي ملحي، استاذ مهدي الملحي، استاذ مهدي تمام. ومعانا مين في الفوكال؟ فوكاليز كاتبين ولا مش كاتبين؟ انا مش شايف حاجه مكتوبه. زميلي الفوكاليز مين؟ ماشي. قبل ما ندخل في السندوتشات، لايك سبسكرايب تفعيل الجرس فولو انستغرام، يلا بينا. والان دعونا ندخل تفاصيل. اخر حاجه سمعناها في فكره سامي الفهري كانت جامده. كانت عظيمه. انت كنت هتقول كده برضو؟ يا سبحان الله. طب يا جماعه اكتبوا لنا الاسامي عشان مش كاتبين الاسامي تقريبا. يا اخي والله العظيم الايام بتاعت كورونا طلع فيها شويه حاجات حلوه. ده حقيقي. يعني بالرغم ان هي كانت ماساه، ماساه كبيره، بس فعلا طلع فيها شويه حاجات حلوه. ده حقيقي. وهنقول لكم حاجه مهمه بمناسبه التراك بتاع محبوبي ده بس في اخر الفيديو. يلا بينا. يلا بينا زميلي. شجرة إذا هبت الأرياح اتكل وارجع الورقة وتداوي الأجراح. محبوبي مثلتي شجرة إذا هبت الأرياح اتكل وارجع الورقة وتداوي الأجراح. زميلي هو بدون نقاش وجدال. مين ده؟ مين ده؟ مش احنا عارفين بقى زميلي بقى كده الصراحه. هو تقريبا ما كتبوش لان تقريبا الفوكاليز كتير. يعني ما اعتقدش ان هم كتبوا عشان كده، مش عارف. بس ايا كان يعني، ايا كان يعني الراجل صوته يا جدعان. والله يا زميلي الأربعة لحد دلوقتي الأربعة. أنا بتكلم تونس من أكتر البلاد اللي شفتها فيها ناس كبيرة. عارف أنت خامة الصوت القديمة؟ أنت فاهم خامة الصوت اللي هي العريضة لطفي دشناق العتيقة. زياد فيها مرسي فاش مخوي كده بالظبط. فأنا مش عارف ومش عارف مش عارف مش عارف بس حلو حلو صوته حلو عريضة. اكتر عرب بحبها في حياتي واكتر مقام بحبه في حياتي هو ده اكتر حاجة بحبها في الغناء. الحتة اللي واخد منها الحتة دي، عارف انت اللي هي بيسحب لورا. بص اسمع. محبوبي مثلت الكاميرا ناس تغني عليك.
ستمك وبشمرة ومن عيني يحميك. قلب الحاسد مكوي بشمرة ومن عيني يحميك. احنا محتاجين نسمع صح، محتاجين نسمع، محتاجين ليه؟ نسمع ده الصراحة حاجة ليه صراحة. ممكن بقى تكتبوا لنا الاسامي يا جدعان، والنبي بالله عليكم، بالله عليكم حد يكسر. بليز 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 النبي اكتبوا لنا الاسامي، عشان في حاجات لازم تتعمل، في حاجات لازم تتعمل. ال 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 الولد برضو الصغير، الراجل او مش ولد يعني، الصغير في السن، في السن ده حريف. حريف وبرضو وصوته هم كلهم صوتهم يعني كلهم صوتهم حلو جدا، مؤثر قوي الصراحه. بس هو انا بعشق المقام ده وبعشق العرب دي يا ابويا. ومن عيني يحمي قلب الحاسد مكوي بجمرة من عيني يحمي. يا ويا محبوبي، يا محبوبي، يا محبوبي، يا محبوبي، محبوبي مثلتك وردة في جنينة شيشخان على فردة في معصم لبنان. محبوبي مثلتك وردة في جنينة بايان، ولا شيشخان على فردة في معصم لبنان. حاجة لما تغني على بيانو بس كده وتستمتع، فيلينج. احنا الحاجة لازم نقولها في اخر الفيديو، خلي بالك بتاع ده اللي بتبقى كارثة لما كنت شيت. الحاجة اللي انا عايز اقولها في اخر التراك لازم نقولها، لازم بعدنا الشجاعة الكافية اللي احنا نقولها على التراك ده. احنا مضطرين عشان بس الناس تعرف، يعني عشان الناس تعرف ان الموضوع ما بيجيش كده. ايه العظمة دي يا عم؟ ولا شيشخان على فردة في معصم لبنان. يرجع في بعد الفرقة ونحكو عاللي فات. يرجع في بعد الفرقة ونحكو عاللي فات. يرجع في بعد الفرقة ونحكو عاللي اسمي. بص يا زميلي اسمع كده، اسمع نحكوا عاللي فات. يرجعوا الفي بعد الفرقة ونحكوا عاللي فات. محبوبي ما بلتك شجرة إذا هبت لريان. تتكل وارجع عالورقة وتداوي. لا هو كم اي بي 39؟ ايه ده لا 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 ده حلقات البرنامج عادي، مش ملهاش دعوه بدي يعني. ده ممكن عايزين نكمل البتاع ده الصراحه. صراحه يعني وخاصه اللي كانوا في الايام بتاعه الكورونا. يعني لو معمول حاجه تانية مش في بتاعه الكورونا، لا. ليه بقى؟ عشان الانسان الطبيعي لما بيتحط تحت ضغط بيطلع احسن ما فينا. فاحنا كنا ايام الكورونا مضغوطين كلنا، فكلنا طلعنا احسن ما فينا. طيب حاجه مهمه بقى اللي قلت لكم عليها دي، تمام؟ هي حاجه مع الاحترام للجميع والله. التراك ده مش هنقول الاسامي، اكيد في كذا حد عمل له كفر. التراك ده كانت بعت لنا كفر تاني ليه، تمام؟ وكنا بنعمله اوريدي، وقفنا في نص الفيديو ما كملناش. ده كان من الفيديوهات اللي احنا ما كملناهاش. السبب اكتر كان رايح لفكره المكساج بتاع الصوت والماستر. الصوت ما كانش احسن حاجه. يعني صوت الماسترنج هو مش قوي يعني. ما كناش سامعين كويس اصلا، والبيت كان يعني كان معمول بطريقه هاوس كده، ما حسيناش ان ما كناش مرتاحين واحنا بنسمع. انا بقول كده ليه؟ عشان شتان الفرق بين اللي حاصل دلوقتي ناو استطعامك للاغنيه. صراحه انت فاهم، انت كنت الثانيه كانت ممكن توديك في حته تانية خالص، لكن هنا هي اوريدي ودتنا في حته تانية. والله فعلا ودتنا في حته تانية، ودتنا ان احنا نقفل التراك. يا زميلي مع احترامنا لأي
مين؟ عارف اللي بينقضوا على الأثر؟ هو ده بالظبط. مع احترامنا والله لكل الناس، بس هي الفكره يعني الموضوع كله موضوع ازواج. لا عادي، ما دام حد بعته لنا اصلا فهو خد بالك طبيعي عادي نورمال اصلا بالزبط. انت في حاجه بتبقى حلوه وفي حاجه بتبقى مش قوي طبيعي. مش حد يا جماعه في الدنيا هيعرف يعمل حاجه حلوه طول الوقت، ده بس نبقى متفقين. حتى لو كان اجمد واحد في الغنى واجمد واحد في كل حاجه، لازم هيبقى تراك حلو تراك مش حلو وهكذا. ممكن تراك حد يحبه وتراك حد ما بيحبوش، ده برضو عادي بيحصل. يعني لولا الأزواق لاختلفت الأولل لبرة السر. بس يا زميلي، وهذه كانت حلقة اليوم من برنامجكم اليومي تلاك أند وايت. كان معكم مستر دادي عن شاقي عن سلام.